أبناضي خداي مزنو دلوفان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنارة الرئيسدار وقهدار زيد عزيز أبدامه وهميدة متوى يدباشو بخير بن خداي مزن بركته ورحمة دار رجتن مالت وديوانت إن شاء الله تعالى بخوش نجارة قدي أم هاتين خزمة واده بيوي چنده تخلق أبرو كدا أم هجي خزمة بينو بابتي أم بحث السربكين إن شاء الله جهة مفايبتن آمين يا ربي. ديسان الديوان سيدة عزيز سيدة نزير عبد القادرين سيدة تجليك بخير هاتي مالات آبا دي خيرتم استشارة أبروكا دي بحث البابتك كين الرزاران بابتك جليك جرى احتمال شلاي دجمنا وسيدة هاتي الشيلاندن يا هاتي ولي هاتي يعني ترسك جي شي بي بلي يا هاتي كريت كرين يكريا جهند هكر اف بابتا پیدا بتو چه بتن مطرسية و يعني جلك تهمه و ببختید هاتي ندين هاتين اوجك مدنیت اسلام دا سيدا يعني حتى جلك جارا حتى گروپت يت ناوت اسلامي جهند جارا اف ناوه شلان ديو كريت كريا لو ما دجاتي وان جروبات يتكرني أبيت لاينت إسلامي أبيت حقيقة أبي بابتي تزانن وأبيت وقت تزانن جا أجر أف بابتي هب كفت الدستي دا و بيرابن دي جواني كا جوان دنا دي دنا خلكي كي وخلك دي وي جواني أو هندا صالحات يا بشارتني دي بو خلكي ديال بجاش همي لابتين دا أف راستي هني ديال نبت سيدام دين في بابتي مدنيات الإسلام دا المدنية في الإسلام جاري احتمالا بقوة أبيت برخوضان وقهداري المتكن بسيار بكين جاري كابو من متب يهينة شي يعني مدنيات الإسلام دا مفهومي وي تيجيه وي كابو ما شروبا بك السيدة يا نزير أم دي قهداريا تكين إن شاء الله تو شروبا كرنكيو ومفهوم تجهه وما ديار بك بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيواء المدنية برامبري دو بيواتيتن اكشوانا دينية واكشوانا العسكرية يعني وقت ان بيجين حكم مدني عند صلاة مدني باشيدين ان شاء الله كدا صلاة مدني سرچت تاواكرن جالجواتا جودة صلاة مدني إكسر يعني هف دجويت تبير أمروفي أنكو ندى صلاة ديني وهروس ندى صلاة عسكري أبيب انقلابات عسكرية تتن بابت مدنية أنجي تجه مدنية أف إديما أنجي أف مصطلحها الجواكت روش أواي السريخوة هلدا وهتا وجوده يعني روش آواه بابت مدنية وحكم مدني وده صلاة مدني الأوروبا روش آوا يعني هروا كتبجي شين بي طوفيوه شين بي شتلوه شين بي بل الفيري أمبسيار كين مثلا بيجين بوشي خلقي أوروبا مجتمعات أوروبي خيارة مدنية هالبجارد يعني مدنية هالبجارد وقت ده صلاة السر شوازا كي دي سر شواز ديني يانجي سر شواز عسكري أبا تزبرت أبا بو كارتكرنا دا صلاة كنيسة سر جواكي أوروبي جواكي روش آواي ات وقت خدا اتوان چرخيت بجني چرخيت طاريستاني كنيسة دا صلاة كا تفجير يا تمام السر روش آواي همية هبي جواكي روش آواي همية كنيسة ده صلاة لك. يزال بيسر. بلى يعني باباي وهروسا قشا وكاردينالا حكمه كي مباشر يه بناوي ديني بناوي كنيسة بناوي خدي ومريم وعيساي المجتمع الأوروبي همية اتكر. بجا نبس كنيسة ده صلاة يعني خب سر ده صلاة بتندى قرت بي نخير. وإنما شو بتناف تفاصيل جيانا خلقي ده. دستكاري بخوت تشتت هيرجي جيانا خلقي دات كرن قبل نات كر سيدا عفو أفا بحثت كين تجرزي ما بوهر أديانا كي
أنا أم طافيني بس أنا حقيقة أبغى تاريخك تاريخي مجوية أمي بلجيا أكيد بيجومان بلي. بيجومان أكيد أبغى تاريخك كسنش إنكار بكت حتى أجرب إيك بعاجز جيبتنا فما بلجيت هاي بلي أه بجا أو كارتي كرن يان قرخ كرنا دست حلاطة يا كنيسة السر دست حلاطة يا جواك روش آواي وكارتي كرناوان يان جي دست كاريوانا تفاصيل جيانا خلقه دا يا روجانا و نبس أباب تني وإنما حتى يعني رابوريوان ماضيوان دست كاريتي دات كير حتى أخرتوان حتى أخرتوان ومستقبليوانا جي يعني حمي كنيسة حمي يعني خريطة جيانا إنساني الأوروبا كنيسة إش وكي قلت إش تاش ماضي إش تاريخة كيفنو حتى روجاوان يا حاضر وحتى مستقبلي وانا حتى داخلي بحشت الجهنم يجد بين حميد دستيت يت كنيسة دابين وطبعا أفاجي يعني هر وكي تبيجي دستالاتكا جلا جلا كا ديرش حميرين ماين رحمة ودلوفانية وعدالتي وجا جهشت الرداكي وصاكو حتى خلقي أوروبا دست يعني هافتا حفكا خواه يعني شتانغافيه ما قلت چتش چو حريات و آزادي و نما بو خلقك عالم مجبور بي رابين مجتمع اوروبي رابين السرخوا دجي دستراتا كنيسه ما اف تاريخ چنجارا يهات دوباره كي نحت جنابت زانتن يتقول ما جيت بن ابيت ابابت تيك وداي يعني اجبر كارتي كرنا كنيسه سرجيانا خلقي وظلم تعداريا و و او خيكو خراجو و او وانش خلقي ورد جيرتو حتى خلق يعني دود كاچاتو تشتكي بدوشي بلكي خوينا خلقيت مهد ولكن حتى خلقي اوروبا چره و كولان نمان يعني ايدي مجبوري من ربيش خراش السهر كرن يعني دبزاني كان دا سراتا كنيسي و وره جاوه يا كريتو يا سلبي يا نريني السر جيانا خلقي يه روش آوا كانت چند كارتي كنه كان مازن لكر و كانت دا اخستن و باش ولدان وقت شراش فرنسي ات انجام دا هاتي برپا کرن شعار يعني شعار شراش فرنسي اوه بي نيا غريبة اوه نيا غريبة كو شراشك وقت دجي كنيسي رابطن اوه شعاري دين قوتي اشناقو آخر ملك بأمعائي آخر قسيس طبعا ما سيغوشاك هبي كنيسي علاقات الجل ملكي هابين جل دستالات داري كرسية بلي. ملكي هابي وهر وصا علاقات الجل دربجي جي هابين اقطاعي هابين افان هر سي طرفا افي سي قوشا هاي ظلمة ويا تعدارية افا بياكو وكي قوتي خيبتك راشبك راشب سر ولاطة اوروبا دا ايناي ولا هاتن حتى دست حفتين خندقان دي بجا وقتي شورشا فرنسي هاتيا برپا كرن شعاري وي آزادی خوازد و شورشه نویسی گوتی دوماهیک ملکی دوماهیک لویسی آن قیصره اوی حکمی دولتی روش آواید کتن اب خندقین اب ریوی که دوماهیک قشه یعنی هزر که کدا اوانا بمعنى انیتا خواسا اینا و پلان واسا دینا که یک دست حالا دار سرکرسی که اوی هزارا سالا حکمت کر حکمی بنماله و حکمی یه دکتاتوریه تید کر و هر واسا علاقت و پیوندت گل کنیسه پریکا کنیسه يعني قوتي آخر ملكي بخندقين بريفيكت آخر قشي بمعنى لازم نا ملك بمين نا قيصر بمين نا لويس بمين وهر وصا نا قشاجي ونا كنيسة حاشا نا خده ونا پیغمبر ونا عيسى ونا مريم جي لازم نمين يانجي يعني دبزاني كانه چندا دجوارة اف اويديها اف شرشها يعني بنمايت وي هدفت وي كانه ابدي چند وفعلا جي اهدافت خواه يعني تحقيق كرنو وفعلا جي اوروبا وكي قلت 180 درجة في دستي كرا في دستي دا ونحكمي كنيسة ما أو تحفظ أو على أساس دين داري أو قريدانا بآخرته و إيمانا بعيسى ويا مريم وجبرايل وعليه السلام وفان بابا تتوصى همي اشناف مجتمعات أوروبي رهاتنا الراكرين وجيانك ديا برو واجي 180 درجة همي بي حريتك مطلق حريتك يعني بابا الليبراليات بشتهين جهاتو بجهما إنسان يحر بحاشا هر تشتكي بكت هر تشتكي بكر يعني چو حدود السنور نبو اخلاقي ونبو نظامي ونبو چو تشتانهات دينان دري افاجي هر وقت تو انسانك سجنكينينا سجنكي برسيكي سجنكي سجنكي حتى دمائكي دي خندقت ونبنك تو درگهي بو وكي چوا هما دي چو تشتكي كبت بار ما بدت بار تشتكي كبت بار تنگزاري دي بليف سريع خوش تماما شعوبت اوروبي برانبر كنيسي اوكد نبس اوابتني يعني اگر براخدين لاي شرقي جي يعني بشتي شورشة بلشافية شورشة أكتوبري بسركتي صالة 1918 شعبا روسي أفروسي برخمة بها ونزيك الفيري وقت يعني لينين هاتي وماركس هاتي
يعني دجات يوانا بو كنيسة وعداء ودجمن كاريان بو كنيسة ولكن كو حتى قوتي الدين هما ناشيبت هابت إكجار دين لازمار سر عردين نامين قوتي الدين أفيون الشعوب يعني دين مخدرة بو يعني هوجبرة بو, 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 بو عقل إنساني لازمار دين نامينن نبس أفبتني وإنما مسيحياتش نافبر بو تبجم إسلاماتيش نافبر أو إسلاماكو شكفن داوعي حتى منطقة بخارة والسمرقندة وحتى أو جمهوريات الدفقة بإسلامي همي بصر ما من الدمي فتوحات الإسلامي جهاش بيويري إسلاماتي قد عاكر إجار خط بيجي قرآن صوتا لغة عربي من عاكر ومزقافت ودير كرنا آخير الدوارة وبرازة حفتي الصالة هشتي الصالة بتر احتمالة شرشة بالشافي أباب سري أديانا إينا أفاجي يعني أنا بجمعت مثلاً حق بين بس أفا ديارت كتبومك وكاني چند كنيسة دوركي سلبي كاني چند كنيسة ظلم الخلق كيلي حتى ولي بيتن كدو مايكي وقت قضاء السربتا كيني أهو بالرفتاري والتعامل إدقال يعني أفا بيكن إذن قشيت يت مسيحياتي يعني الدين وكي قامتشيه كيلي كربي نا قامتشيه وإنما وكي شيره كي تيش يخوش لي كربي السربتك خلقه وكي قلت عالم تهاجد بو بردرازين كت ملكي و اقطاعي درابكي كل لازم هين البردستيوانا شول بكن نانوزك حتى إفاري هين دفنواب عرضي وبتخوه بريجن و خوينه بريجن في سبيل كدا ملك و هروسا اقطاعي درابك بخوا بجين يوا هالازم هو صابته يعني هو صا كنيسة تعامل جرم لا تذكر لو ما يعني رفتارا واناجي يانجي هكا أن بجين يعني أبيديوان تعامل وانا ديال كنيسة أها بشكل يعني بله جو احتمالا ان فيديو غوفي غهداريت كان سيدا بله بجو با سيدا تو بخواهد بجي دولتا مدني فيرانجي بيه نا دولتا افا ما قد دولتا دينية يا دينية افا دولتا دينية بله و جلي جاراجك احتمالا لا يانت مثلا يت اسلامي اگه ايك بجي سيدا چند جيوازي نابرا دولتا ديني ويا مدني ده هيا بله ان ايكا ان جيوازي هيا بلي. اگر ام بگوی نمونه دولت دینی جی بیجین اگر یک بیجین خواه چه نمونه هنه؟ چه نمونه هنه و یکی جام بدنه؟ چند نمونه که دولت دینی بیجین انشالله بشتین که دولت مدنی جی پاکیم سر آخرین انشالله ملامحی بینیشانت علامتی اگر خود اصلی بومد دیار بن نمونه دولت دینی ای که جی اف دولت ها اوا کنیسه آوا کری من گود دولت کنیسه ده سالت کنیسه اول اوروپا آما بری نوکه بحث کنی بری چندکی یعنی أواد قلتني يعني دولة أكليروس مصطلح كهيل أوروبا الغرب بجنة يعني حكمة أكليروسي أنجد بجنة حكمة ثيوقراطي حكمة ثيوقراطي أبايك وإنسانك يعني قشايك رين خارج سر كرسي ده صلاة بجنة أصلا ونري خدمة يعني حكمة ثيوقراطي أبا يعني دولتك ديني يعني خلقك مجتمعك البن سهاب ده صلاتها أبدا صلاتك بنافذ ديني حكمة كتن ها أبا دولة ديني بالأوروبا أو ما بحسيه كي دولة كنيسة أبا إيك يا دوي نمونه دوی دولت ایرانه اف ایرانه برخمه و دولتک دینیه نه دولتک مدنیه بوچی چونکو بلندترین دست حالات وگاوه دولت ایرانه جمهوری اسلامی اول ایرانه بلندترین دست حالات شخصا که چه جا نایتا بدل کرن نایتا گهرین بجنه ولایت الفقیه یعنی اوا ام بجنه المرشد الاعلا المرشد الاعلى داف وانا مرجعه كي هي وانا فقيه كي هي شارزا كي هي هندي صاغ بدي سر كرسي هذا صلاتي بتشت جيبي وي ناتش ابن حميد لازم بن توقيعه وي رابتشن افاش دولتا دينيه بيغاوي بون مونا خامنائي بيغاوي باكي غوتي سلطاش هميا بلنتر الايراني دا صلاتويه كاستاش بي بي تشت شتابكتن اذا خمي يعني خامنائي وبري ويجي خميني طبعا سر تش اساس حكمك ما نبنا في خدي يعني على أساس أبا آيات الله وأبا مرجعي إسلامية وخلقك دي لازم خبو بيدا صلاة بجميع إذن نمونا يا دولتك ديني يا دي أبا ما بحثي يا إيراني كده أبا نمونا يا دوية إسرائيل مثلا دولتك دينية احتمال تو بيقى بيجيام سيدا باني انتخابات تينا كرني مثلا وديمقراطياتك مطلق يا هاي الويري وهر چند صالك إيكادي تتسر حكمي أزجلتا ما بو بيجي الشيوازي يعني أبدية يا ألوغور كرنا دا صلاة الإسرائيلي أبايا بس أما أساس بنيات دولة إسرائيل سرهات يا أواكن أساسك ديني بي يعني وقت هاتين داخوزة فلسطيني كري وأوانات فيها دولتك يهودي دينا دولتك إسرائيلي دينا فعلا جي سربي أساسيات دينا دينا هكير أن فيغاوي بيجين مثلا فيغاوي ديمقراطية تاو بارينوكا مثلا يهود باراك بي فيغاوي مثلا أويدية أو نافيوتشي أو يعني نتنياهو باريوي مثلا
يعني هر فترة كيوصا رئيسة كتتا بدل كرن بس أما يتعولي كأف دولة بريبا برهمي حاخام بين مثلا مناحم بيغن حاخام بي إكش حاخامت يتجهيه بي وبناوه ديني حكمت كري يعني دولة وان دولة كا يا دين يا ديني بناوه ديني بناوه يهودية ما قد يعني حكمي اتكن أبا نمونا ياسيه نمونا چاري قلق جارة فكر يعني هكذا بيجي منهج حزبيت بتا دين شكو سيد قطب خديجه رازي بيشتن دين همينا اون ايش عثماني هاتين اخواني هندك منهج عرضي جد بنا دين بنمونه مثلا شيوعيه الروسي يعني موقع ديني ورقت هات بيجي بلا ديني ورقت يعني خلقه كي ايمان وبير وبوارد كامل مطلق بشورشه بلشفي انانو وبشيوعيات إينانو وبوجودياته وإلحاد إينان يعني إلحاد بو خلقه يأويدية يروسي بو جمهورية الروسي بدين إلحاد وبديني وشيوعيات وكفر أبا بدين يعني بجلو ما يعني وقته خلقك هزرك يانجي منهجك وصى إيمان وبيرو بوارا بيت إينان حتى يعني وكي قلت الدينين شينا ديني أو ديني جدف رب العالم تتبتا دين أوجي إذن جمهورياتا يعني كنت بيجني اتحاد سوفيتي كيفن اتحاد سوفيتي كيفن نموذج دولتك ديني بي نا دولتك يا مدني بي چونكو هما هر مثلا هندي ستالين بي مثلا بشتي ستالين شنيكا بجا بشتي هنجي او يعني اويدي هات نابي چه بي خروشوف بي چه تجني مثلا بشتي بي مثلا اويدي هات غربات شوف هات بشتي بي شنيكا يعني قصدم بي أبا بيكو هما حزبي حزبه شعي حكمة كير بيكو يعني آلو غور كنا دا ساعته هبت وكي چاوكا بيان بيجين دولتا مدني ايكش بنا مايوتو أبا لازم انتخابات هبنو وقائمة بنا دست نشان كنو عالم دنگي خواب بدتونو بشتينجي اوش الدنگدان دا بسر كبت او بتا دا ساعته لنوك او جي روسي نبي هما هر حزب حاكم بيو وسروك حزبها همي وقت هذا الصلاة بريبان إذا أوجد دولتك يا ديني بأمشين بيجنة ولو نا دين بي بس فكر بي سر أساس فكرة ويا منهج بي بجا أفن نمونة دولة دينينا بش السيدة عفو احتمالا في قوة ايدي بيش السيدة أم همي دمات بيجين خلقه دين يهاتي بو قرطال كرنا خلقه كي بله معنى إيش بن ظلمي وزورداري وعبداتي ومروفك آزاد بتو و تويت بيجي أفن يعني دولة ديني بين وهذا هندب سري خلكين هادين. يد بيجابي ويد برينو كه. بلي. إيه باشة بابا أم شبكين با أم همي دما دعات كنا ربي دولتك ديني هبت. ساكت برافا. نخير. هندك ده بصيارة. بلي. سيدا إسلام نك بيجابي جي يعني وقت أم بيجين إسلام بيت أم دخازت دولتك إسلامية مدنيت كي ندولتك ديني. وكي أوا مس هكى بدولتك ديني. هما پاشی لازمه خلیفهك آن دست حالات داره که به سرمان ملایک بشته سرحبی وکی ایرانه کس نشید راکت حتات مرد بشته اینگه جل دیف کیفه خواه حکمی بگیره بس اوه تود بیجه ما هکه ما دینی گوته یعنی دوی رنگی بتو اختی بروت بن دولتی نه نه ساکه برای خواه دین وینا بیجه ساکه برای خواه نوکه بگه اختی ام بیجین دولتا دینی دولتا مدنی اسلام نوكي او حق حقوق الاسلام ده هات بلي دولتك مدنيه هكا بيت افوكي بلي دستلطك مدنيه بلي بس اما واك دين خلق ديني ملتي اسلام يعني عالم عبادتي وكي منهج عباده الاسلام كيت اخلاق الروشت خلقي اخلاق الروشت الاسلاماتينا حقوق مافت خلقي سر اساس يكو او الاسلام سر من اوا سيده يعني بوش دي بن مدام او بروفاجي بون مونه هكا دولتك دينيه اسلامي بيغو بيدين ادني و توي فون تشتا بون مونه تو مثلا ايران بيجو هكا ها دولتك ديتريا ديني بتن باش ابا برو واجي اسلاميه منويا بلا شكي افوتو بيجي ها دولتك دينيه فيرنجيه برو واجي او اسلامي غوت برو واجي باش بوش دين بيجني دولتك ديني چکوتانی بود چی برا؟ آوا بونمونه مثلا ام دفاع جاری امی صحکینه کانه دولت مدنی دولت مدنی سرچ اساس تا آوا کردن دم دیار بتن کو او دولت مدنی آوا ام دا خواست کو سپایه کر اسلام هات ها اوا اویدیت و علامت و نشانه تو اینه مثلا یا ایکی دولت یا مدنی السر اساس دستور کی تد دیناندن دستور مثلا دستور مرجع سرکیه كسر دستور ايران سردمي پیغمبري صلى الله عليه وسلم بله چه دولت امي پاشي ها دولت مدني تمام از نمونه دولت پیغمبري پاشي دولت مدني از بگو سر اخر ان شاء الله پاشي دم ديار كنه فعلا دولت پیغمبري اوا كه دولت كا ديني بي يان جي دولت كا مدني بي مثلا بون نمونه ما گوت دولت
يعني دولتا يا مدني السر اساسي دستوري تتا اوفا كرني لو ما وقت پیغمبري سابق سر من هجرت كيش مكه بو مدينه نقد قران دستوري ما مع العلم قران موجود جي بها پیغمبري سابق دستور اكيدي دينا اش بلي قران دستور اكيدي دينا بو چي چنكو بيهات دولتا مدني يا مدينه يا پیغمبري سابق سر بن همينه بصر ما بينكو حتى قران سر تطبيق بك بس قران داجك حق وحقوق غير اسلام الشيعه اس حاسك متبدي يعني بنما دست حالات يت قران دا هين بس اما وك يعني جي باجي كرن كنت تطبيق بك لازم بشوازك مدني تطبيق انه مثلا بونمونه فيغافي مثلا اسلاماتيه دا لازم معروف بسرمان بتمنات ما يعني حتى ايك بسرمان لازم ايمان بين باشا جهيل دولتا مدينه هبين كافر هبين منافق هبين فلا هبين جهي هبين انواع اشكال جهي هبين لما پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم دستورك صحيفاك نبيسي گنجت الجل ودولتي گنجت الجل طبيعتي بيك هاتي ودولتي حكا دولتا مدينه همي بصرمان بان نهو جيوي دستوري بي بله. نهو جيوي دستوري بي هما دا قرآن كنا دستور بله. بس اما پیغمبري وقت برا خدايك او يعني دولتا مدينه جهيت لها من قلت يتا كافر لها بين منافق لها بين يعني دولتك وكي قلت بيك هاتي جورا وجور بي لما پیغمبري اسلام خد السربن دستورك دي دينا هر طبعا مرجعي ويد استوريج هر اسلام هر قران دري خستي بس يعني تطبيقه و السر خلقي داكو همي خلق نبصر ما بي لا ما دهرك حقوق ما فتقه ما قد بزانت اذا خالا ايكي اوياك والدوله مدني لازم دستورك هبت دستور اوا ايك يا دوي لازم احترام قانوني هبت احترام قانوني مثلا دولتا يا مدني هر كسك برانبر قانوني لازم براوست خطا صوره كس اتسر قانون را نینه هر دولت اکا تدید قانون لنا ایتا تطبیق کرن یان اف قانون ها وکی گوتی وکی تورا ماس یانه اوید فقیر و جارت کونه بس اف حیطیت مازن جید بورن و نه دولت اکا مدنیه نه دولت اکا مدنیه دولت مروف همیت دوائی کبه همیت بگوه یعنی بخوش سروک دولت بگره حتی يعني او كناسه حاشي جنابوي او مثلا شارع عجيب حقش كتن همي برانبر قانوني وكي ايجن حتى نمونا يعني ده سلطة اسلامي ده قلي جرى بحث سردمي عمري دكن سردمي هر خليفة كتن يعني بو نمونا مثلا علي ودقال جهيه كي وقت بيقى انادين برانبر نمونات دولتا مدنية وقت عمتين سر دولتا مدنية اخوين ديوان همي اكينا نمونا كودا بوتا ديار بكم بو بينارا وقهدارا جي كودا دولتا مدنية دولتا مدني بي يعني خلاص هي مساواة يعني واك هافي الدولة المدنية دا همي اندام جواكي حقوق ما فو اركت خدا همي واك ايكم يعني نا هنداك بي بمرن وهنداك بو بمرن مالي. مثلا واك في قافي مثلا دفما الاقليمي ما فانا دولتك مدنية بس دولتك تشو مساواة نينا افا مثلا بنمالا هر بنمالا كي مثلا ثروت وسامان ملتي همي بيك في بخوا وكي قلتي التوزيعك يا عادل نينا بو ثروة الساماني حقوق ماف وكي ايك سر همية ناطنة دا بشكرن بلكي ارك يعني اركت قرص في قابة دانا سر ملاتي مثلا بو نمونا في قابة يعني مسؤولك بار برسك شيت حقي كهربي نادتو شيت حقي اوفي نادتو شيت ضريبي جي نادتن بس وقتي تيت مثلا فقيرك احتمالا دي بودكوي جرن هافي جنات سجنيفا يانجي تدي بان حقوق ماف تخرك يعني تدي اداكي افا اذا مساواة بنمايكش بنماي دولتا مدني اوه دو یا سیه یا چاره یعنی دولتا مدنی دا هر ایک بکیفا خواهی کیش دینی پل بجیره حریت الاعتقاد بجنه دولتا دینی یعنی زوری تیدا نینه دولتا دینی زوریا تیدا هی زوریا تیدا یا مدنی زوری تیدا نینه دولتا دینی اوه که یه نبسر ما بد لازمه درکه بد مثلا کچا ما گوت الکنیسه یش بن دست حالتوان درکه با رأسن يعني اتكرات بازنه كفري داو و اكسرت برا جهنمه ناويويل سجلا جهنمه تنبسي هشتاي الساخ يعني هر كسا كي برو واجي يعني دا صلاة كنيسة راوس طابا مثلا مثلا بونمونا يعني بحاشت كريفو او صحبات جيكو هاي مثلا بجا حرية الاعتقاد الدولة المدنية دا هر اكي حرة كيش ديني بخوا بل بجيرت مثلا يفلا يا مسيحي دمين تسر مسيحيات يا خوات دولتا مدني دا يا ازدي هرواصا دمين تسر ازديات يا خواو يا جهي هرواصا بصرمان هرواصا حتى مذاهب اجيدا هريكي يعني حريات اخوا يا هي خالا بينجي يعني همي دستالات ليك فاكرينا ما في قبل سي دستالات السراكية تاين حكمرانية دستالات يا تشريعي ودستالات التنفيذي ودستالات قضائي الحكمة الدولة الدينية دا أفهر سيدا صلاة دا سي شخصك دا مثلا بونمونا هكذا بحسي دولة يا صدامي بكين مثلا
هما صدام حميتش بي رئيس جمهوري بي ورئيس وزراء بي وحاكم بي وهما حميتش بي يعني بجا ايكش بنمايت بنمايكش بنمايت دولتا يا مدني اوياكو دستالات بلاونه مثلا تا برلمان هاي تمثيلا جهتي تشريعيت كتا تا مجلس وزراء يا هاي ديبوتا بابتت يت تنفيذي يعني دي ريفا برنا جيانا خلكي حكمتها كمثلا برنامج كده بو خلكي ده عالمي يعني بيدفيت خلكي بو دامك بيج انت صلاة تنفيذي ده صلاة تشريع يا قضائية هاي حاكمة كي بلنت يا هاي انجي محكمة كا دستورية هاي هذا هريك جوانا طرفك هريك جي يعني حدود السنورية تخيه تهين هريك جي صلاحيات تخيه كي جلقة باش صلاحيات تدي دركت اي دي اشوري ببا خلكي تشيد بيجتا محكمة دستورية راوستا تشيد بيجتا برلماني راوستا تشيد بيجتا رئيس وزراء راوستا لما دي برا خود دي الدولة يا مدني دا هندا جرا خور رئيس وزراء دبنا اودي دبنا برلماني ودي صد قصاب جني ودي صد سيارة جيكرون لازم ابي جابوان هبتو هكنا جلك جارا برلمان يا شيء وين رئيس وزراء بيخن بجد بجنا في فصل السلطات يعني دس هلات هم ندست اكيدانا دست مثلا شخص اكيدانا وانما اتبلا يعني نهي لديكتاتورية ديكتاتورية مينا ايك جار ابا يا شاشي يعني السلطة نلسر نوفي ايكي هاتي اوي ديكر نلسر نوفي ايكي بتنية بونمونا مثلا داف ما وان روشالاتا بدسالات روشالاتا نوفين هما يچو سر حكمي دير سر بت حتى تمرتن كرسي كذا لازم بتشن بكنا تقابريدا يعني كرسي كينا برد حطت مرجي لازم بتشن بكنا تقابريدا بجا الدولة مدنية ده هر 4 سالة آن 5 سالة يعني كرسيك اكاديت رو انتخاره سره بريكا چه تشتید بجنه تداول السلمي على السلطة بريكا انتخاباتا هر کسا که يعني ماسترين ريجا دنگابر او ده بتا ده سالات داره بلندتر الدولة بجنه تداول السلمي گل قبا 4 سالت خواه خلاص کرن هکه شیا جاره کادی دنگا بینه تو بچه تسر کرسی که شایسته بت یعنی وکی گوتی حقیبی بتن درسته اگه نه ده اکدی شوی چیتر بتو برنامه وی لاوتر بتو ریوه برنامه لاوتر بتن بو دولتی بو ملتی او ده چه تسر حکمی یدی تیتا خوارش نکده بتا اپوزوسیون وکی ما گوتی بس گره جارا احتمال سیدا یا های امید خوابیش کردستان همه هل بجارت نیت هین هر 4 سال جاره که تینا انجام دانه بس اود بتا دولتا کم مدنی نخیر نابت دولة مدنية بوشي چونكو يعني اف ده صلاطة ما مذبون من الكردستان يعني هندك جارة هل بجارتن تني هما هندك صورتا رنجن هما هندك شكل بجمع بروحك كراسا كي صورو زرا يعني دولة ندولتا كان مدنية وإنما دولتا كان ديكتاتورية اتشين بجمتا هندك جارة هر 4 سالة جارة كي دي في مهرجانة في فيستفالة ديكن عالم دي بنا سر صندوق دا بجنا خلكي اها ام جي مثلا بونمونا الباشوري كردستاني ام جي انتخابات هكذا بشي حقيقتي باشا ما بونمونا مثلا ايكشوان بنماية دولة مدني اوه تعددية سياسي هبت احزاب هبن باشا حزبك ما الكردستاني نهاتي تباسر كرن حزبك ما الكردستاني كادريت وان نهاتي نكشتن حتى يعني تهل بجارتنا دا يبيب حاستن مثلا دنجي خواه يدوية لاينا كيدي تلجلي دا صلاتي تيتا سزادان اكيد كومك علامات نشانه يا بونمونا مثلا كي مغوتيتا يعني بارغايت حزبات هاتينا صوتن حزبش هاتينا شناف برن يعني دجمناتيه هاتيا كرن في سبيل بس ما حزبات اسهالات يعني دا افهمي تشا بكولت كتن دا كازدي نابتن اما تعدديه سياسي نينت مثلا ديغا هكر هبجي هما وكي غوتيب اويديا بزراتو بزيه اما اند الميدان بي اند خو ديا كشتن يعني بومبرنت في الميدان فيغا اكنا يعني اما بصناهي دي بفكنا تتجبي مش ميدان سياساتي تداريخن يادي مثلا بنماء كليش بنماء دولة مدني دست هلات معرضة بو بسياري بسياري مثلا وكي چا مثلا تو بيجي باربرستاكي كوارت اف مالاش كيوهينا بجا او دست هلاتا في غاوي او دست هلاتا يعني نأيت خواري الناف ملتي عالم بسياري جيب كتكاتو تو چا تچا برنامه خبر ریوبر کانن او وعده تداینما پاکا تف مالش کی و اینا یعنی نه برهوه بو پسیاره پسیار جبه تکنه نه معرضه بو پسیاره او نه دلتکا یا نه حکمکی مدنی و اینما حکمکی دکتاتوریه ویگاوی بونمونه مثلا ویگاوی که عالم اتشه بچت یعنی اوی دیه رخنه الدست حالاته بگیرد نه دست بکه رخنه بکه احتمال الویره حال وی پارکا ما مثلا یا نیوا باجری هر همی تشتا بیجه بس چناچت که تو بیجی تو یعنی رخنه که بگیری تو پسیاری بکی تو اویدی بکی و فعلا جه خواه بگیری تو جهتا که حتی گله جرا پرلمانی یعنی دخوازا برهف بینا هنده کسایی که بین دی پرسینیل گل بکت بله بله ناچت ناچت بله ایار بله. اوجیوه بجا مگوت اف هر هفت نقطه بگاوی مگوتین هر
هر دست حالات که اف هر هفت نقطه تدابن دستور هبت احترام قانون تدابتن مساوات هبت نبره خلقی دا حریت اعتقاد و بیرو باوره هبتن و تداول سلمی یعنی هر چهار ساله ایک بشه سر حکمی و هر وصا احترامات تعددیت و احزاب هبن و او دست حالات بچتس او دست حالات در بچتس هر دست حالات معارضی با پسیاری بتن اف هر هشت خاله تا هر دست حالات که اف هر هشت خاله دف هبن اف دست حالات که مدنیه بجا چی کفن بد و چی نی بد چی وگاوه بد مثلا و چی درجایی تاریخی هات بتا و اکی مگودی چی کرن بجا دولتا بونمونه مثلا کرن بیجین دولتا مدینه دولتا مدینه اف هر هشت خاله تا يعني عشان مش ما صدش صدي تيدامين لو ما الدولة مدينة بوجارة إيكيت تاريخ بشرية تيدا الدولة كمدني بيتا أفاك سردستي بيغمبري صلابة خلص يعني بون مناكر ما قلت الدولة مدينة دا حاكم دست حالة أخوة إش ملتي وارد جرد چكو الدولة ديني دا ما قلت حاكم بناوي خدي حكميت كد بيش خدي أزي دينايم أس نوي نري خدي ما نو كيفي قافي أوي دي مثلا خامنائي نب انتخابات نه خلکی بری دینا سری کرسی که نه خیر و اینما خوده یه بری دینا سری کرسی که او بشتا خلکی اسم او ولایت الفقیه الدفوانا ایکش احتمال ارکانت ایمانه بله. اما دستالات مدنی دا دستالات مدنی دا بونمونه اکرم بحث دولت مدینه بکین دستالات دار دولت مدینه حتی خوش شخص پیغمبری جی بریکا خلکی دیتا دستالات داری کن احتمال تو بجیم سیده مانه پیغمبر جی راسته شخص پیغمبری دو صفت همین دو دست حالات هبی دست حالات که دینی هبی کو پیغمبراتی اشلای خودی و اوهابی دست نشان کرن نشلای نخل که محمد هل بجار بی ببت بت پیغمبر نخل و اینما اختیار خودی بی اما دست حالات دویا پیغمبری دست وک رئیس دولتی نخل خل که محمد هل بجار ببت رئیس دولتی بونمونه هکر پیغمبر صلابت خودی سر بن بو چی پیغمبری المکه دولت نه آوا کر چونکو خل که قبیل نکر قبیل نکر ببتا دست حالات دار واضح برا چونکو خلکی مکه یعنی او حق ندا محمدی صلابت خودی سر بن ببتا دست راستا پیغمبر بی پیغمبر بیش لای خودی و او منتهی مشغوله شندینی نوی بس اما محمد صلابت خودی سر بن وک رئیس دولتی دولت آوا نکر المکه بوچی چونکو خلکی دست حالات نداوی مجال نداوی دریخست وقتی دریخستی هات مدینه وقتی هات یه مدینه خلکی گوته ما تو قبیلی وقت دست حالات دار سلطه بلند دست حالات دار یا بلند یا دولت ما تو قبیلی لما دولت المدینه هات آوا کرن دولت المدینه ما گوت هات آوا کرن بونمونه هکر خلکی مدینه جی همیش پیغمبری روی بان وحید ما باب تنه هما آن هما امام علی و ابو بکر بتنه لیا داشت دولت آوا کرد ما دا دولت بو که آوا کرد دال سرمل دا بو کی ادا سرملت کی اوا کی تک نه بو مجتمع مدینه لو ما خود تعالی جی هر بر دوام اف نصیحت پیغمبر کی صلوات خدای سر بن یعنی اف ات قران وقت بیجتن یعنی اوا بیجتن فبما رحمت من الله لنت لهم یا محمد یعنی من رحمت تبر ومن تنرم کی بو خلق مدینه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب هكا تمرو فكي يعني الرقبة يزفر باي لن فضوا من حولك كاز دور بريتا نتمان تند بيادة صلاة دار دابي هر پیغمبر بي هر چكون دجارة هر برخود التاريخ دجارة پیغمبر اكي هات يما وحيد كاز نتشوا ديف نكت يما حتى حديثة پیغمبر هايد بيجت پیغمبر اك ديت قيامت يما وبتنية اكي هاي اكي الگل اكي هاي دو الگل يعني اوانا اوان پیغمبرت اكو دل جران دولت اوانا كنين وإنما او پیغمبرت مجتمع بيك و يعني صلاحيات دايني وحق داي ببدا صلاة دار او پیغمبر یه بی دست حالات دار جی یه بی پیغمبر جی واضحه برای یعنی اف اف اوی دیگه بجا لما خود تعالی دائما گوتا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم هشیار با خواهشک نکه و یه رق نبا و یه زفر نبا چونکو همات اف صفت الدفت پیدا بین کس دور بریتا نامینت همی دیر ربن پاشید دست حالاتاتا نامینت لما گوتا بجا گوتا پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوتا فعفو عنهم ها واستغفر لهم وشاورهم في الامر گویی وانا عفیکه و لب بوره و درماتیل گل بوری ندا بچیدا دا توی کهی بیل گل وانا دا بین دورو بری تا یعنی بری کم ببن و دا تو بشه دولت سرملت وانا آوا کی بیشتر لاما ام بیجین پیغمبر صلی الله علیه و سلم دولت کامدی دست حالات خویا یا حکم دنیایی اش خلقی وارد کرد اش خلقی هک خلقی اف دست حالات اف صلاحیت ندا با پیغمبری پیغمبر جی داوی کی مثلا پیغمبر کی دی هما بس دابت پیغمبر ند بی دست حالات ند بی رئیس دارده ند شاد دولت مگود یعنی آوا کتن اوه خاله دی
يعني اف شواز دست حالاتي افا في قفي ما قوتيكو يعني دست حالاتا يا اسلام دورتا مدينة يعني او شرعيتا خاش خلقي ورد جرد حتى خليفة علي جمابي پیغمبر صلاة الله عليه وسلم و پشتنگی امام ابو بكر و پشت حتى امام ابو بكر جا اختهاتي سر حكمة خلقي نقود باية ما تقابلي صد صالة امام ابو بكر نتشيادة صلاة جبريل عليه السلام صد صالة بس خلقي بي عدائي خلقي هل بجار بجار دست حالات اسلامي دست حالات كش لاي خلقي بتي تهجم يعني خلق حقيدتي خلقي بجد كرم كي بكرسي بوتر نخوار السر مثلا ما قلت حتى ابو بكري عمر جي انتخابات بشورا هاتبي عثمان بشورا هاتبي امام علي بشورا هاتبي حسن كريم شاش هيبا حكم كير بشورا خلقي قلتي ورا سر حكمي حتى دماهيكا يعني چرخ خلافته كو بشتي علي هاتي الشهيد كرن الكوفة باش تنجش نيكا وقت الدولة أموية هاتي أف شوازي دولتي أبي فيغا فيما بحسي بكريكو يعني خليفة عن دست حالات دار شرعية خش ملتي وارد جرتن أبا رابي باش تي خليفة اكثر دولة أموية هات ومعاوية هما رجتا خارج سر كرسي كي بي خلق خلق شرعية نداي هما قد أس خليفة ما خليفة ما باش تنجي خلق مجبور بعلماء قد يعني علماء قد بابو هما أبيها احتمال بشيت بريبة بات أما كنت بيجي سر أساس الشورى نهاتا يعني معاوية نب شورى هاتا نب هل بجارت نهاتا خلقي بكيفا خا يعني بيعنا داي بس هما هندي هن شر بري هنجي چه ببين خلقي قد بابو هما بلا معاوية بتن دا جارة كادي أف كارسات بري رينا دن يعني بجالما الدولة أموية وبطيبتي بنامالا صفي أبو صفياني وبطيبتي تر معاوية يعني شواز دست حالاتش اش ديمقراطيته وشوراي وش هالبجارتني وش بيئه فاجو هاسك الحكمه كي وراسي هما وقت مري جي نقد بابو هما بجارك دي كرسي كي بابو هين وار مخده صلاتك كي بش بالبجير نخير هما قدي كري من يزيد الشينا ما بده بجا افا يعني افا ندى صلاتك يا وكي بجن يا مدني بي حتى دولته اما بش ديوان 600 يعني اوانا نوتوسي صلاح حكم كي سيرفيس شيوازي هما كريوي دايتو بشتي كريوي برايوي بي بشتي برايوي نافيوي بي حتى هات دوتوسي صلاح حكم كي دولته اما بي بشتي عباسيات هر سيرفيس شيوازي يعني جبنا مال عباسيه زيرتر كاستن بي خليفه اي جار يعني اذا اوانا نش لا الشعب بتحط لنا بجارت وانما يعني ده صلاه اخوه يعني موقفي اخوه ما قلت ورقت حتى ابو جعفر المنصور اي كم قلتني ابو 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 جعفر المنصور وقتها هات يسرد صلاته صحك اخفت ناوي تاريخ ابو مفا يعني ابي ديك امين كارناكين بلا هندك برين التاريخ ما بصرمانه هين نكما بيقول بحث الشرخي خلافته كي شرخي كي بيروزا والرهنا وكي روجا جاش العثماني بس ورا بيدا ورا خوري ما الدنيا كخلتيا ميدان سياساتي داهي ميدان سياسي اسلامي تلوفاش ابو علتا جوار باخد ابو جعفر المنصور شبش قال ايها الناس انما انا سلطان الله في ارضي صح كي هيك سر قد السلطان خدي ما قد خدي تعالى ازي يعني داس نشان كلمه ارضي خدا وخليفته في خلقه انما انا سلطان الله في ارضه وخليفته في خلقي اس خليفه ما اشتاي خد تعالى و السر خلقي نخلقي ابو جعفر المنصور مثلا ما قلت يعني هل بجار بجش برهندي ام بيجين اف تياري متشدد ابي تياري عنفي اف تياري متشدد تياري وهابي هاوي غافيجي مثلا صحكي في غافي تشنكو السعوديه سعودي دولتك يا نيا مدنيه سعودي دولتك دينيه لما دي برای خود یه ویگاوی همه هر جبنمال زیرتر نینه ویگاوی ایک جار یعنی نکو اف اویدیت شیخیت سعودی وقتی تینه سر حکمی خلق دنگی دیتی نخیر و اینما دولت اکا دینیه بناوی خودی تعالی یعنی حتی بنمالا چید بجنی اوا شیخ او ده سالات داریا وهابیا گلگا و گوتا خلقی همه اوا ولی امره خلاص گلگا و بنمالا شیخی يعني الطابعي وكي قلت فريقات ديني آن طائفات دينية سعودي شكو السعودي دو طائفتين طائفة صلاة يا هاي كو بنمالا ملكية وطائفة دي هاي طائفة يا بنمالا وكي قلت آل الشيخ بيجني آل الشيخ أو يكو شرعية دتا ملكي قال قفا بنمونة مثلا بيقا ملك سلمان وقت هاتي في ملكي فيدو ما هيكي هكا بنمالا آل الشيخ شرعية ندا باي نقول بخلكي أفا ولي أمره ما خلكي ند بي ولي امر بجاش لاي ديني وتينا هل بجارتن نش لاي خلقي وما قلتينا هل بجارتن اوا خالق اف خالق جلك مهمه كو دست حالات دولتا مدني دا يا اسلامي دا شرعيه تا خش خلقي ورت انتخابات او شورا هيت اوا خالق خالا دوي دولتا مدني ما قلت ايكش علامات و نشان دولتا مدني جلك برچاف دستور لازمه هبت مانه دستور
إذن پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم دستور دینا آنه بلکه نه به دستور دینا تاریخ انسانی دا دستور که مکتوب یه نویسی نهات یه خود یعنی هر برای خود دولت رومانی دولت یونانی اف حضارت اتکابن حتی هر برای خود حضارت هندی حضارت یا وکی گوت یا فینیقیا یا کنعانیا یا بوتا بجم یا مصریت قدما خواه چه دولت نهات سردار دنیای دست حالا دارک نهات سردار دنیای دستور کی نویسی ها بتش بلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر وقتی هاتی ما گفت دستور کی مدنی دینا او توی دستوری دا حق و مافت خلکی اعتراف وجود همی طایفه هات کرنه و هر ایکی جه حق و مافت و هاتنا ما گفت دیار کرن و علاقت و پیوندی ها ملتی دست حالا طیبت خلال وی دستوری دا هاتا دست نشان کرن اما بجای که برای خودین مثلا بونمونه دولت مدینه دا بسرمان بصرمان بخواد دو جور بین مهاجر هبین شمکه هاد بین هاد بین مدینه والمدینه بخواد خاجی انصاری هبین اوا دو طایفه نه ما بیت منا بیت اوا مهاجره هر دو جی بصرمان بس اوا اوا کیانه کی مستقله انصار کیانه کی مستقل بین خاجیت مدینه بین هر وقت تو بیجی اوا عشیره کفجا تو چه ناف دینی مثلا هر واسا مهاجر جی کیانه کی مستقل بین راستت ایک باجر دا بین ایک دولت دا بین بس کیانه کی مستقل بین ورا خوار مثلا هکان بیجین جهی جهی جی سی طایفه بین مثلا بنو قينقاع يعني طائفه كجهيابي مشهور بين مالتوان جدابين كالهتوان جدابين طبيعتي وانا سيكوان جدابي شرخات جداد كير وهر وصا بنا مالا يانجي قبيله يا بنو النظير اوجي طائفه كجدابي وهر وصا جدار في مدينه جي ما قد قريظه بين بنو قريظه الخيبري بين ابهامي تابع دولته يا بيغمبري بين صلاه الله عليه هر وصا ات مدينه بخب خدا طائفه كبيت قلت كفار مشرك مشرك هبين مالتوان جدابين محلتوان جدابين رابين ورنشتنوتان نه بسر ما بين هر جان مشرك بين كافر بين و پیغمبر اسلام خسر بن او جي اعتراف دان پیدان بوانا جي كر بي حقوق ما فتوان جدابين دابزاني كو دولتا مدينة دولتا كه يا جورا و جورا هولاتي كس يا پشتگوها ويتينين احتيدا كس هميا حق يا هاي الجهي خواه علامه خواب بلند کرد ناوکی بخواد دینت حقوق مافت بید دستیشان کریبن اوه دولت مدینه حسا بجا مضمون و ناوروک دولت مدینه دولت که یا مدنی بیوکی امریکاوی اد بیجین حتی وقت امام ابو بکر جهاتی دابزانی که امام ابو بکر وقتی هاتی بله نب شیری هات وقتی هاتی گوتا خلکی و اسی هل بجارتیم گوتی ولیتو علیکم ولستو بخیریکم یعنی دستالات دولت مدنی اسلامی حاكم تتشي تلاخب كي ناف جوفيت خليفة يرا تتشي بيجي خليفة تبوت شهو كرا تبوت شهو ناكرا أفاجي ما قوت ماني مسائلة قوادي ما قوت ما بنماي دولة مدني قوتن دبرا خدين كاني خليفة دولة بصرمانا اتبرهف بين خلق قازن دار جيب كت رخني لي بقرد وإنما حتى الرأي خسر فرض كتن دجار هاك الرأي وانا درس بلي حتى إمام أبو بكر وقت هاتي أف حق داخل كي قوتا خلقي قوتي وليتو عليكم قوتي أسي بما من دست حالات داری و ولست تو بخیری کمانتش طبعا با تواضع راست ابو بکرش بخیرتری بیش همه خلکی مدینه بس گوتی اش همیا شو چتر نینم فا این رأیتمونی على حق سحکی گوتی هندی اثر ریکا حقیه بچم بشتوان بن بومن ریکا حقیه و این رأیتمونی على باطل گوتی هر گوکا ودیت منش حقیه لا دا چوم اثر باطلی گوتی فقویمونی من راست کن من راست کن طبعا متشتی خوهر مروف دی راست کن اکید يعني خوهرات خوهر جي حتى الراس بيت قوات بيت بيت ايشان بيت بيت مانويا حتى بجا قوتي اطيعوني ما اطعت الله فيكم وان عصيت الله فلا طاعة لي عليكم هين هند طاعتو قهدار يا من بكن هندي اس طاعتو قهدار يا خودي پیغمبر افتم هما هر قوكا من ازش بازني طاعتي در كتم مش بازني دستوري قصنا ما بي از در كتم فلا طاعة لي عليكم هينجي وحقه من بيخن اذا امام ابو بكر ابي اچار اخفتنيت كرد حق داخل كي كهندي ازي راس بم درز بم سر حقيه بم درسته بس جل قبا تماتي يعني بوستا كي جي اثر ريكا حقيه واري بم بوريكا باطلي اني ظلم اني تعداريه وحق هي من اش في كرسي كي بينا خواري ونا بس ابتني وانما يعني حتى بيغمبري جي صلاه الله عليه وسلم ام بصرمان يتعلم عن دين كو هر قبا تا خلاتيك ديت الدف دست حالات داري هر ابد جنا ترسا
أفا مخالف الجل منهج وهابية شكو وهابية بيجن أبدا هكا مالي تبخط وتبتت برقام تياجي لازم عليك بالسمع والطاعة بس أفا برو واجيا قوتنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم بيغنبري يا قوتي ما قوتي أفضل الشهداء يعني أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل مصطرين جهاد أفا يا كتو أخفتنا كحقية النفطة يعني خدان دا صلاتك يعني تبدي بجيش بالهند أم بيجين كو دولتا يا مدينة دولتك يا مدني بي كومك أبدية ويتماين طبعا إن شاء الله بس احتمال بابتا بختمها بسربك سيدا ملطابة خدت على خيرتا من إن شاء الله جريتا مازم إن شاء الله بينا روغو هدارين ما مفاجي باري بيجالك سفاز بوا حتى خلاك يا كديتريت خير وخوش يا دابجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته.